كنت كنتمنى اني نحقق واحد النتيجه اللي تخلينا نقربوا اكثر للصفوف الاماميه، ولكن واجهنا واحد الفريق قوي، فريق حسين اكادير اللي كنشوفوا الموسم الماضي كاين واحد الاستمراريه عنده في العمل ديالو، المدرب ديالو الموسم الثالث معهم على التوالي، عرفوا مؤهلين لكاس الكونفدرالية الافريقيه. اذا فكنظن بان هاد النقاط اللي ضاعوا لنا في الميدان ديالنا نحاول نجيبهم ان شاء الله يوم الجمعه من خارج الميدان.